في ناس عبدوا عيسى عليه السلام كفار، في ناس عبدوا اللات والعزى ومنات كفار. فما الموضوع انه تعبد الصنم؟ المعبود الموضوع انك عبدت شنو؟ المخلوق، لانه العباده حقت منه؟ حقت الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الصحيحين من وايضا من حديث انس قال: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شنو؟ شيئا. كلام واضح زي الشمس، ما داير اي كلام، لكن ديل بيربطوك بغير الله. فالبرعي اخونا شيخ احمد وراك هنا بقول: الا يا رجال الغيب انتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، اي الحقني ضيم يعني تجيني مصيبه، وانتم حمايتي، والهث عطشانا وقد فاض بحركم. وهسي قعدت تلهس انت، عرفته؟ فحاشا وحاشا ان تضيع عيالكم وانتم عيال الله، والامر امركم اذا شئتم. بيتكلم عن الاولياء، وهنا جاب بصيغه الشرط، اذا اداه الشرط، شئتم فعل الشرط، شاء الاله، جاب مشيئه الاولياء قبل شنو؟ قبل مشيئه الله. رايك شنو في الكلام ده؟ عرفته؟ ده قاعد في الكتاب ده حق البرعي ده، عرفته؟ طيب قالوا انت اذا كرهت شيء من السنه انه عملك حابط. ما قلت انا يا اخواننا، ده قالوا من؟ قالوا ربنا سبحانه وتعالى. بعد ذاك قام جاب الاثر بتاع، قال في الصحاح، بعد ذاك قال في الترمذي، لكن تقول في الكبكبه الترمذي ده قالوا منو ده؟ اسمه الترمذي. اكسيره انت بتاع لغه يا استاذ، بتاع لغه استاذ، زي ما بقولوا الاستاذ مين كده الموسيقار بتاع، انت استاذ عرفته؟ تقول الترمذي؟ والله انا خجلت لك، والله خجلت لك، لكن اعمل شنو؟ انت دار تدعو الناس للباطل. انت الليله لو كان غلطت في حقنا وكلامك الاول ما بنرد عليك، لكن غلطت في دين الله ما بنجاملك، عرفته؟ كلام عجيب. انا اديكم حاجه واحده بس لكلام للبرعي، اديك كلام عجيب للبرعي بالمدح ذاته، واسمعه. سمعتوا الكلام ده؟ قال: روضة قبرك قال أفضل من عرش الله وأبرك. هذه لها المدحة شغلت عليكم. فيا أخواننا الكلام ده ضلال باطل يا أخواننا، ضلال واضح وكلام باطل. أما الأثر بتاع أبو بصير، الأثر يا أخواننا ما خلاص، نحن مسكنا بالناس زمن والزمن انتهى. الأثر بتاع أبو بصير هو لو داير مناظرة نحن جاهزين، ما عندنا مشكلة، عرفته؟ لو داير مناظرة نحن جاهزين. دقيقة خليه أخونا لو داير مناظرة تجي لأخواننا ديل ترتب معاهم إن شاء الله بنناظرك، بعدين نحن بدنا نناظرك، أنت تجيب لنا بجاكومة، تجيب لنا زول الفوق ما بترد، لأنه المحاضرة حقتنا. أما الأثر بتاع أبو بصير خليه يا أخونا، الأثر بتاع أبو بصير يا أخواننا ركزوا معي أنا، الأثر بتاع أبو بصير ده من رواية الزهري مرسل، والمرسل ما أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من قسم الضعيف، بل قال العلماء مراسيل الزهري شبه الريح، يعني ما عنده أي شنو؟ سند ولا ثبات. نحن بندعو الناس يعبدوا الله، زول لقيناه، زول محمد ود أحمد لقيناه بيدعو غير الله، لقيناه كذا، نحن ما قاعدين نكفر طوالي، بنقيم عليه والحجة، نقرأ عليه والقرآن والسنة، بعد يفهم ويوعى ويقول يا اخي انا مصر، ده حكم ثاني. اما اي زول نجي نكفر اخواننا، احنا بنعمل ناس داعش على باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب اهل النار. النبي عليه الصلاه والسلام قال: لان انا ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. وده حق الحاكم. قبيل سال سؤال قال: يعني لو لقيت ابوك او قريبك او كذا بيدعو غير الله تضبحه؟ حرام. ابوك لو كافر تب، كافر عديد، ربنا قال: وصاحبهما في الدنيا شنو؟ معروفه. نحن بنلتزم بالقرآن، وده كلام السلف رضي الله عنه.